بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تناول سويا البرمجة بلغة الكويك بيزك. لغة الكويك بيزك تعتبر من أبسط لغات البرمجة، وهنشوف إن هي ممكن إن شاء الله إنها تعمل حاجات كتيرة جدا يمكن بعض اللغات التانية بتقدرش تعملها، وبتعملها بأسلوب سلس. أول حاجة هنشوف إذا عندنا أيقونة بتاعة الكويك بيزك. طبعا هو برنامج أندر دوس، فاحنا بنشغله من على الويندو دبل كليك، فتح لنا الشاشة بتاعة الكويك بيزك. هنشوف مع بعض خطوات البرمجة عندنا. لو جينا نشوف مع بعض أي برنامج هنعمله، هنلاقيه بيتكون من 3 خطوات. أول حاجة المدخلات، المعالجة، المخرجات. ودي أي عملية بتتم في الدنيا بتتم على 3 خطوات دول. يعني لو عايزين مثلا ننتج رغيف عيش، فالمخرج بتاعنا هو رغيف العيش. طب ايه المدخلات اللي احنا عايزين ندخلها؟ هنلاقي ان احنا مطلوب ان احنا ندخل عيش، هندخل دقيق ومية وخميرة. عملية المعالجة بقى هي عملية الخبز اللي بتوصلني من المدخلات الى المخرجات. نفس الكلام عندنا في اي برنامج كمبيوتر بنعمله، بنلاقي بيتكون من 3 خطوات دول: مخرجات، ودي الحاجة اللي انا عايز اخرج بيها، والمدخلات الحاجات المتاحة ليا، وازاي اوصل من المدخلات المتاحة ليا للمخرج اللي انا عايزه، ودي عملية المعالجة. عملية الادخال في لغة الكويك بيزك بتتم عن طريق امر اسمه انبوت، بنكتب له انبوت، وبعدها بنكتب اسماء المتغيرات المطلوب ادخالها. امر الاخراج عشان نطبع المخرجات اللي احنا عايزين نطلعها بعد ما اتحسبت، بعد ما اتعالجت، هو امر برنت، فبنكتب له برنت، وبعدين اسماء المتغيرات المطلوب اخراجها. تعالوا مع بعض كده نشوف ازاي نعمل بعض البرامج البسيطة في لغة الكويك بيزك. لو بصينا قدامنا دول 3 معادلات، احنا عايزين نعمل المعادلة الاولانية دي بتساوي A زائد B على C، عايزين نعمل هذا البرنامج. هنروح للكويك بيزك. طبعا احنا عندنا لو شفنا رجعنا تاني البرنامج بتاعنا، هنلاقي ان هنا الدي بتساوي A زائد B على C، فالA والB والC هم دول عبارة عن المدخلات، والD هو عبارة عن المخرج. يبقى عشان ندخل الA والB والC هنديله امر input، وامر وعشان نطبع قيمة الD هنديله امر print. فهنيجي هنا كده هنقول له input A كوما B كوما C. يبقى انا كده اديت له امر وقلت له دخل لي الA والB والC. هننزل تحت شوية وهنقول له برنت الدي. طب ايه العلاقة بين الدي والاي والبي والسي؟ ممكن نقول له دي بتساوي اي بلس بي على سي. طبعا واضح ان ده كده غلط، لان هو كده هيعمل ايه؟ هيجمع الاي زائد البي على السي، يعني الاول هيقسم وبعدين هيجمع. يبقى لازم نحط هنا كوس وهنا كوس، وطبعا دي من الحاجات ايه المعروفة. يبقى انا كده في الحقيقة عملت برنامج كامل ان انا قلت له انبوت A كوما B كوما C، يعني دخل الA والB والC، وده اللي هيحصل ان البرنامج اول ما هشغله هيطلب مني ادخال قيمة الA والB والC، وبعدين هيحسب قيمة الD، وبعدين هيطبع لي قيمة الD. تعالوا نشغل كده من قيمة run، هنقول له start. اداني علامة استفهام. علامة استفهام دي معناها ان هو منتظر من ان انا ادخل له قيم متغيرات اللي هما الA والB والC. تعالوا كده نقول له 1 و5 و2، الA بواحد، الB بخمسة، السي باتنين. يعني لو جينا نحسب الحسبانية بتاعتنا هنلاقي A زائد B على C، يعني 1 زائد 5 على 2 تساوي 3 برنت. دوسنا انتر، راح طبع لي قيمة الD اللي هي طلعت بتلاتة، وكاتب لي تحت هنا خالص بريس اني كي تو كونتينيو. لو ضغطنا على اي حرف هيرجعني تاني المسألة بتاعتي. طبعا في بعض المشاكل الواضحة عندنا، ان في الاول هو ادانا علامة استفهام وانا ما فهمتش هو عايز يدخل ايه. ففي تطوير لجملة انبوت، ان انا ممكن اجي بين دبل كوتيشن واكتب جملة تتكتب لي لما يحب يدخل. يعني ممكن اكتب هنا انتر ذا فاليو او ذا ثري نمبرز، واحط هنا كوما. يبقى اي حاجه بين دبل كوتيشن كده دي اسمها رساله اعتراضيه. يبقى لما اقول له انبوت وبين دبل كوتيشن اكتب جمله، يبقى الجمله ديت تطبع لي،
قبل لما يحب ان هو يدخل الاي والبي والسي. وطبعا دي افضل من ان هو يديني علامه استفهام فاضيه. تعالوا كده نعمل ران ستارت. طبعا اللي فوق ده مالناش دعوه بيه، ده بتاع المساله اللي فاتت. قال لي انتر ذا 3 نمبرز 1, 5, 2، راح طابع لي القيم 3. في بقى نقطه مهمه، جمله برنت انا ممكن برضو بدل ما يطلع لي 3 كده، ممكن برضو بين دبل كوتيشن واكتب له دي تساوي، زي ما قلنا مع بعض ان اللي بين الدبل كوتيشن ده دي تعتبر جمله اعتراضيه، بتطبع على الشاشه زي ما هي بدون معنى. زي ما هنا طبع على الشاشه دي الجمله دي اللي هي انتر ذا 3 نمبرز، برضو هنا هيطبع لي في جمله البرنت هيطبع لي قيمه الدي تساوي وهيطبع لي قيمه الدي. تعالوا كده نشغل الانتر ذا 3 نمبرز 1 5 2، كتب لي الدي ايكوال 3. بس طبعا في ملحوظه عندنا انه كاتبها لي بعيد، يعني دي تساوي بعد مسافه بعيده. طب دي ليه؟ دي برضو من الحاجات اللي هنتطرق لها كمان شويه، ان في جمله برنت ممكن اللي يفصل بين الحاجات وبعضها يا اما كوما يا اما فاصله منقوطه، يا اما فاصله يا اما فاصله منقوطه. لو اللي يفصل فاصله هنلاقيه ان هو عشان يطبع كل متغير بيقفز لاول سيكتور جديد. يعني الشاشه عندي بتكون هو مقسمها شاشه عباره عن 80 كولوم، كل 14 كولوم بعتبرهم سيكتور. فلو جيت مثلا طبعت الدي ايكوال في اول 2 كولوم في السيكتور الاولاني وفي كوما، هيطبع لي الدي في السيكتور اللي بعديه. هنوضح الحته دي كمان شويه، ما تقلقش. تعال نعمل ستارت كده، هنيجي نقول له 1, 5, 2، راح طبع لي الدي ايكوال 3. اللي يهمني الموضوع ده كله ان انا قلت انبوت الاي والبي والسي، والدي بتساوي الاي زائد بي زائد سي، والبرنت الدي. هناخد برنامج تاني، طبعا ده برنامج بسيط مش هنحفظه. بيقول لي عايز تحفظ الملف، اقول له لا مش عايزه. هناخد برنامج تاني عشان اوضح موضوع البرنت لان الحته دي مهمه شويه. هنيجي نقول له ان ايه بتساوي 3 والبي بتساوي 2 والسي بتساوي 123 والدي بتساوي 1.3545. لو جينا هنا قلنا له برنت ايه كوما بي كوما سي كوما دي، تعال نشوف اللي هيحصل كده. ران راح طابع لي 3 2 123 123 بوينت كذا. يبقى خد بالك هو جه في اول سيكتور اللي هو في اول 14 خانه وطبع لي قيمه الثلاثه، وبعدين في ثاني خانه وطبع لي قيمه الاثنين، وثالث خانه ثالث سيكتور يعني اللي هو 14 عمود طبع لي 123 ورابع وهكذا. طب افرض بقى ان احنا جينا هنا واستبدلنا اللي بين الاي والبي بفاصله منقوطه وبين البي والسي فاصله منقوطه، وسيبنا دي فاصله عاديه. تعالوا نشوف كده مع بعض. هنيجي هنا نقول له ران ستارت، طبع لي الثلاثه وساب مسافه فاضيه 2 مسافه فاضيه 123، لكن ال 123 بوينت 2 3 4 5 طبعها لي مع بدايه سيكتور جديد زي ما نبهنا مع بعض. طيب انا ممكن اجي هنا مثلا وعايز اكتب ايه 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 برضه الفاصله، لو حطيت هنا الكوما يبقى هو اللي هيحصل هنا ان هو يطبع لي قيمه الايه، ما يسيبش مسافة، يطبع رسالة نصية اعتراضية AAA، وبعدين ما دام في كومة عادية يروح سايب إلى يقفز إلى أول سيكتور جديد ويطبع للبي، وبعدين يطبع السي بعدها على طول، وبعدين يقفز إلى أول سيكتور. يبقى الشاهد إن لو الفاصل بين الأشياء عبارة عن فاصلة منقوطة بيطبع وراها على طول، بيسيب مسافة واحدة بس للفاصلة ما بينهم، لكن لو في فاصلة عادية بيقفز إلى أول سيكتور. تعالوا نشوف مع بعض كده. ده اللي حصل، طبع لي 3 اي 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 قفز الى اول سيكتور، طبع لي 2 وساب مسافه فاضيه 123 قفز الى اول سيكتور 123.2345. اظن كده وضحت موضوع البرنت بتاعنا. طيب تعالوا مع بعض نعمل برنامج تاني اكبر شويه، عايزين نعمل برنامج يحسب طول الوتر بتاع مثلث. هنيجي نقول له فايل نيو بروجرام، ومش هنحفظ لان دي مسائل بسيطه. هنيجي هنا نقول له طبعا ايه المطلوب ان انا ادخله، الاي والبي اللي هم طول التو سايدز بتوع المثلث. هقول له انبوت ورساله اعتراضيه انتر ذا فاليوز اوف او انتر ذا لينث اوف تو سايدز اوف تريانجل، وادي له كوما واقول له ايه وبي.
يبقى انا كده قلت هيديني لما يجي يطلب ادخال الاي والبي اللي هم التو سايدز بتوع التريانجل، هيقول لي انتر ذا لينث اوف تو سايدز اوف تريانجل. طيب هنيجي بعد كده عايزين نحسب السي، هنقول له السي بيساوي. طب ممكن احسب هنا السي ازاي بقى؟ ممكن اقول له ان السي بتساوي الجذر التربيعي بتاع الاي زائد البي، وممكن احسبها عن طريق الاس. خد بالك معايا، انا عشان اقول ايه تربيع ممكن اقول اف اي، وممكن اقول ايه تربيع عن طريق العلامه دي اللي هي شيفت 6. لو بصينا فوق الزرار 6 هنلاقي فيه علامه اللي هي 8 صغيره كده فوق، فلو دوست شيفت 6 هيكتب لي دي معناها اس، يبقى ايه تربيع زائد بي تربيع. يبقى انا كده كاني قلت الاي بتساوي السي بتساوي ايه تربيع زائد بي تربيع. وممكن اجي بره اقول اس نص، دي طريقه وهتمشي وتبقى مظبوطه. وممكن ان انا استخدم داله، في داله عندي اسمها الجذر اسمها سكوير، ان انا اجي هنا اقول له سكوير، يبقى دي معناها ان السي بتساوي الجذر ايه تربيع زائد بي تربيع. وطبعا هاجي هنا اقول له برنت برضو بين قوسين the length of a third side بيساوي وممكن اجي هنا بقى فاصله منقوطه واكتب سي وكده. يبقى انا عملت البرنامج بتاعنا، نشغل كده البرنامج بتاعنا، اقول له run start. طبعا واضح ان في مشكله عندي انه بيجيب لي المسائل قبل كده، يعني الشاشه ما بتنضفش، وهنشوف مع بعض ازاي هننضف الشاشه. بيقول لي انتر ذا لينث اوف تو سايدز، هقول له 3.4. طبعا عارفين مثلث 3 4 5 هيروح مديني اللينث بتاع السيرد سايد ب 5. زي ما قلت مع بعض في عندي مشكله انه الشاشه ما بتنضفش. طب وعشان ننضف الشاشه يعني هنا نكتب له امر اسمه سي ال اس كلير سكرين، كلير سكرين. تعالوا نشغل كده مع بعض. لانه بينظف الشاشه الاول وبعدين يبدا يسالني عن السؤال بتاعي، دخل طول الضلعين 6 و8 هيروح طبيعي لللينس بتاع السيرد سايد ب 10. هنحفظ الملف ده. طبعا ممكن نختار المكان اللي احنا عايزين نحفظ فيه. هنسميه عاطف 1. تعالوا مع بعض نخش على برنامج اعمق شويه، عايزين نجيب جذور معادله تربيعيه. طبعا كلنا عارفين ان جذور المعادله التربيعيه هي ناقص بي زائد او ناقص الجذر التربيعي البي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي. طبعا احنا في عندنا جذرين اكس 1 واكس 2، يبقى المدخلات بتاعتنا هي الاي والبي والسي، والمفروض ان احنا نحسب قيمه اكس 1 واكس 2. تعالوا مع بعض هنجيب مساله جديده، هنيجي هنا نقول له انبوت، وبرده مديله رساله اعتراضيه، لان زي ما قلت علامه استفهام ظهورها كده لوحدها ما تعنيش عندنا حاجه، يبقى لازم ادي رساله للمستخدم عشان يعرف هو البرنامج عايز يدخل ايه. هقول له انتر ذا كوفيشنت اوف سكند اوردر ايكويشن، وممكن نديله برضه على نقطتين هنا، وهنيجي هنا نقول له داخل لنا الايه والبي والسي. عايزين بقى طبعا خد بالك ان هنا ما ينفعش اقول اي بي سي، لا لازم اقول له ايه كوما بي كوما سي، ولازم احط كوما للفصل ما بين المتغيرات. طبعا ملحوظه مهمه، في جمله انبوت ما ينفعش افصل بفصله منقوطه، لا ده هي فصل، الفصله والفصله المنقوطه دي في جمله البرنت. عايز احسب هنا قيمه اكس 1 واكس 2، طبعا واضح ان الجذر ده مشترك ما بين الاثنين، فانا هنا ممكن احسب في الاول قيمه الدي، اقول له دي بتساوي بي تربيع ناقص 4 في اي اف سي. يبقى اول حاجه حسبت قيمه الدي، وهاجي احسب اقول له اكس 1 بتساوي ناقص بي، لازم اخد قوس في البسط، ناقص بي زائد سكوير دي على 2 اي. طبعا لازم اقول 2 في اي، مفيش حاجه اسمها 2 اي عندنا. يبقى هو هنا حسب اكس 1 بتساوي ناقص بي زائد جذر دي اللي هو عباره عن بي تربيع ناقص 4 اي سي، كل الكلام ده في عندي قوسين اهم بتوع البسط مقسوم على قوسين تانيين عشان في المقام عندنا في 2 اي. طبعا هناخد نفس السطر ده وهنكرره تاني،
بس هنسميه بقى اكس 2، واكس 2 هتبقى ناقص بي ناقص الجذر التربيعي للبي سي. هنيجي بقى هنا نطبع، هنقول له برنت بين اكس 1 ايكوال وبعدين فاصله منقوطه اكس 1 وبعدين فاصله عاديه اكس 2 ايكوال وبعدين فاصله منقوطه اكس 2. ناخد بالنا ايه اللي هيحصل بقى. هو هنا هيجي يدخل الاي والبي والسي، هيحسب الدي، يحسب قيمه اكس 1 واكس 2، ويجي هنا في البرنت دي جمله اعتراضيه عشان بين 2 دبل كوتيشن، يكتب لي اكس 1 على الشاشه جمله اعتراضيه ايكوال، وبعدين مباشره عشان في فاصله منقوطه يكتب لي قيمه اكس 1، وبعدين هيجي ما دام في فاصله عليها هيقفز قفزه يسيب مسافه الى اول سكت اول عمود بعد كده، وهيكتب لي قيمه اكس 2 اللي هي ايكوال لان دي جمله اعتراضيه، وبعدين يكتب لي قيمه اكس 2 لازقه فيها عشان الفاصل هنا عباره عن فاصله منقوطه. تعالوا مع بعض كده نشغل البرنامج بتاعنا دلوقتي. هنيجي نقول له ران ستارت. طبعا احنا نسينا ان احنا نحط الجمله الاولانيه اللي هي بتاعت احنا طبعا ننهي البرنامج. هنيجي في الاول خالص زي ما قلنا وهنكتب جمله اسمها ايه سي ال اس كلير سكرين ران ستارت. قال لي انتر ذا كوفيشنت اوف سكند اوردر ايكويشن، هندخل ان المعادله بتاعتنا مثلا القيم بتاعتها 1 و1 وسالب 12. راح الراجل كاتب لي اكس 1 ايكوال 3 واكس 2 ايكوال ماينس 4. واضح طبعا ان ده برنامج بسيط ممكن هو يحل لي المعادله من الدرجه الثانيه بسرعه وبسهوله. هنحفظ الملف ده وهنسميه مثلا عاطف 2. كده نبقى قدرنا نعمل برامج بسيطه. تعالوا ننتقل مع بعض ونشوف ازاي نعمل برامج اصعب كتير من الموضوع ده.